خلوني انتقل لاخر خبر معانا النهارده ويعتبر الاهم، عشان ده مش ترند عادي، ده خبر مؤذي. انتشر على السوشيال ميديا بنوته، على ممكن اساتذه دلوقتي بس نعرض الفيديو. خلوني اعرض الفيديو الاول وهشرح لكم، اعلق بعدين تاني وهرجع اطلب تاني ان هو يتعرض. اتفضلوا. هما بيتكلموا كأن اللي وقعت دي لعبة باربي اللي وقعت دي، ولا ايه؟ انا مش عارفة. طيب بعيدا عن اي حاجة، انا مش متضامنة معاها خالص خالص. في الاول اللي حصل ايه؟ الفيديو اتشير على اساس انه لا، حالة مثلا انتحار، البنت مستاءة، البنت متضايقة، البنت حد اذاها، حد اغتصبها، حد ضايقها، وبلبلة وحاجات غير طبيعية. ولكن بعد التحقيقات تبين ان الموضوع مختلف تماما. الموضوع ده عايز يتعمل منه بلبلة، عايز يخض الناس، عايزين يوصلوا فكرة. انا دلوقتي لما هحكي لكم انتوا هتتفاجئوا، عشان دي كانت بالنسبة لي صدمة اصلا. لو رجعنا الفيديو كده تاني، في البداية هي ايه دي؟ تمثيلية يا جماعة، تمثيلية بتتعمل وهي مربوطة والولد اصلا مربوط، لو تلاحظوا من ورا رابط نفسه او مثبت نفسه، هي عايزة ترجع وبتقول له انا هعرف اطلع، يعني استنى شوية هخلص الشغل اللي انا بعمله ده وهرجع اطلع تاني. واللي بيصور بيقول لها بصور، يعني في سيناريو حاصل، في كاميرا مان وفي مخرج وفي سكريبت مكتوب وفي كل حاجة معمولة. يا جماعة ده مشهد تمثيلي حاصل، ولكن اتقلب السحر على الساحر. في الاخر البنت ماتت. ايه الغرض من ده بقى؟ اسمعكم الجملة الغريبة اللي قالتها. ممكن نرجع. بتقول بس عشان تدققوا، بتقول فور ذا لاف اسرائيل. انتوا متخيلين؟ يعني ده كله في حب اسرائيل؟ ايه ده؟ رجعوا في، طبعا في زي بتحسوا زي ايه، طلاسم ولا تعويذه معرفش هي ايه، والغرض منها ايه؟ خليني رجعوا لي الفيديو يا اساتذه لو سمحتوا، عند الجمله اللي بتقول فيها. اتفضلوا. كويس. ايه الغرض بقى من الفيديو ده؟ خلي اسرائيل دلوقتي تنفعك. انا مش متعاطفه معاها خالص على فكره. انا لما كنت بتفرج على الفيديو في الاول بقول يا رب يا رب يا رب استرها، ما تقولوليش ان هي وقعت، ما كنتش مصدقه. كل الناس في الاول اتعاطفوا معاها وقال لك يا جماعه بصوا، ده الناس بتنتحر عشان مش لاقيه تاكل، عشان غلاء الاسعار، عشان الدولار، عشان مش عارف ايه البلبله دي. مين اللي ليه مصلحة يعمل ده؟ دي ناس عايزة تبوظ حياتنا، عايزة توهمنا في حاجات مريضة. وبعد ده باباها طلع وقال ان هي اصلا مريضة نفسيا. طبعا ده عرفناه بعد كده من التحقيقات. قال ان باباها قال ان هي اصلا مريضة نفسيا، وهي كانت بتتعالج وطلعت من مصحة، ويعني كلام موجع يا جماعة. انا ما بحبش اقول كده ان في حد مريض نفسي وطلع يقول كده، ولكن عيب قوي وحرام قوي ان احنا نلعب بمشاعر الناس والناس تقعد تشير وانتوا بتصدقوا اي حاجه. هل اي حاجه تتقال؟ هل يعقل عشان مثلا حاجه غليت تروح بنت عايزه تعمل مشهد تمثيلي يقوم ربنا يجازيها فتقع ويتقلب السحر على الساحر كده؟ دي وقعت، بيقول لكم دي وقعت. اسمعوا اسمعوا قبل ما تشيروا. مش اي كلام تقال نشير، مش اي حد قال كلمه خلاص نمشي وراها ونعمل قصيده بعديها. حافظوا على بلدكو، حافظوا على الامان اللي احنا فيه ده، واشكروا ربنا. دي ناس عايزه تقلب الحقائق وتقول اي طلاسم. بيتقال طلاسم يا جماعه، طلاسم. قال لك في حب اسرائيل، اهو اسرائيل عملت لها ايه؟ تروح لاسرائيل بقى تغور. استغفر الله العلي العظيم. طيب